صباح الخير عليكم، صباح الذهب، صباح الورد، صباح الزين، صباح الفنون. يلا هالبنات اللي مصدعيني باغين الذهب، هانا هانا مشيت عند الذهبي اللي كانت تعامل معاه. وكيف ديما غنجيب لكم موديلات واعرين البنات، عارفاكم غيصطيكم عصير الصابون، وغادي يعصطيكم اللويز، وغيصطيكم المفتول. فاليوم ان شاء الله هالبنات غنحط لكم موديلات، نتمنى يا رب ينالوا الاعجاب ديالكم، وغنحط لكم الثمن واللغرام والكل شيء. فاللي بغات شي موديل البنات ما عليها الا تسكرانيه ليا وتصيفطوا ليا. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم اللي في كازا غنصيفط لكم لا ليفريزون تجيكم حتى لباب داركم، ولكن الناس ديال خارج كازا فخصكم تجوا عندي ضروري البنات، لان هذا الذهب ماشي اللعب. فالوغ الذهب ماشي هو البلاكيور، ماشي هو بزاف الحاجه. فالوغ نبداو على بركه الله، وغادي ندخلوا ان شاء الله، وغادي اختارت لكم واحد الموديلات، غادي نعطيكم الثمن ديالهم البنات وبشحال وبالغرام وكل شيء. واللي عجبو شي حاجه اسكراني ليا. مرحبا الف مرحبا فل وياسمين تي في. خواتاتي وصحاباتي واللي مصدعيني على الدبيلجات سامبل بالمفتول، ها هو جبتو لكم البنات. هادو البنات تقدري تاخديه بوحديتو، تقدري تاخديهم 3 بياس. شوفوا كي داير الخدمه، ما نقولش يعني كاين طايات صغار، مي هادي جبت لكم اكبر طاي حيت باش هي غنعطي الثمن. فالوغ البنات بالنسبه للطاي 20 في دبالج سامبل مع المفتولين، راه دايره يا البنات دايره تقريبا 17000 درهم و 970، يعني بالريال اللي ما كيفهموش للريال راها دايره 100,160,000 ريال. والثمن ديالها اللغرام البنات 8300 دريال، يعني بالدرهم 4430 درهم. فالوغ البنات فمرحبا بكم. 415 لغرام البنات، اوكي 415 درهم للغرام، صافي عقلوا البنات 415 درهم للغرام. وبالنسبه لهذا راه فيه تقريبا شي 43 غرام ولا 44 غرام تقريبا. صافي البنات ها انتم شوفوا الموديلات شحال زوين البنات، مفتول رائع 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 بمعنى الكلمه، شي حاجه زوينه بزاف. وهنا تاني مع الموديل تاني عشاق لي بغاسلي، ها هما عشاق لي بغاسلي. شوفوا معايا البنات سمحوا لي، راه لي فلون بعض المرات ما كي يعطيش لي فلون، نحاول غنحاول هنا. شوفوا دابا فوالا غير لي فلون فوالا. وي البنات وهنا تاني اللي كيحماقوا على لي بغاسلي، فوالا اللي كيحماقوا على لي بغاسلي. شوفوا هذا البنات، هذا البنات الثمن ديالو تقريبا جايه ل 10000 درهم، ولكن راه ما نقولش لكم البنات الفخامه اللي فيه والجوده اللي فيه والصح والمتانه، شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه طوب. ولا بغيتوا البنات الا بغيتوا تمشوا للمحل فتواصلوا معايا، نعاد لكم العنوان، راه العنوان ما كيتوهش، فقط غادي تمشوا حدا سوق طريقه البنات. هنا البنات هاد المجوهرات، هاد المحل مجوهرات مولاي اليزيد، عقلوا على السميه مجوهرات مولاي اليزيد، اونفاس مع السناك ايو، تهبطوا مع الهبطه ديال الجامع ديال الطريق كتلقاو واحد السناك مشهور تما، حنا بعدا فين ما نمشيو ما يمكنش ما ناكلوش فيه، هذاك راه اونفاس معاه. صافي البنات راه عنده موديلات زوينين وعنده حتى الاثمنه في المتناول. ها انتم البنات ها هي لا كارت فيزيت ديالو، شفتوها مجوهرات مولاي اليزيد، بيع واصلاح جميع المجوهرات، حي طريق الزنقه 39 الرقم 42 سيد البرنوسي البيضاء. وبالنسبه للرقم الهاتف هو هذا البنات اللي بغى مباشره يمشي للمحل ويختار الموديلات اللي بغى، ف 06 رقم الهاتف هو 06 68 63 35 61.
وهانتوما الموديلات معايا. طيب شوفوا معايا كاين اللويز طوينكات ديال لويز، كاين هانتوما انا كيحمقوني الطوينكات ديال لويز، كاين الطوينكات ديال الشميشه، كاينين ثاني هاد الموديلات حتى هما شي حاجه زوينه. هادو لي بغاصلي وبطبيعه الحال لي كلو حتى هما. هانتوما البنات ها هما لي موديل، نشوفو التيسو ديالي. شوفوا البنات الموديلات كلش بدا لي، شوفها بشحال هادي. شوفوا معايا شي حاجه زوينه، شوفوا كلش بدا لي شوفها بشحال هادي. شوفوا معايا البنات شفتي داكشي زوين البنات، كيحمق 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 البنات. فمرحبا بكم والف مرحبا البنات، مرحبا بكم والف الف الف مرحبا. الموديلات زوينين، عصير الصابون لي كلو لي بغاسلي. شوفوا هاد لي بغاسلي البنات شحال زوينين، شوفوا هذا تا هو ديال لي كلو شحال واعر 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 يا البنات. وها هما هادو كاينين البنات المفتول، كاين السامبل. الله يرحمكم. هانتوما البنات، البنات شوفوا معايا هاد البراسلي ديال الاناناسه، تا هو شي حاجه زوينه زوينه بزاف. لي براسليات كلهم زوينين وكيسطيو البنات وكيحمقوا كاع لي موديل واعرين. شوفوا هادو البراسليات البنات، كيف ما قلت لكم البنات حطيت لكم الموديلات غادي تشوفوهم وغادي يعجبوكم اكيد ان شاء الله. اللويز الخواتم لي بيجو، شوفوا هادو السناسل ديال الكرافاش. ناري انا مكرهتش هادي ليا وليكم البنات، هادي في خاطر بنات فل وياسمين، يا ربي كل وحده تسهل عليها وتكون عندها شي وحيده بحال هادي. وتا انا منكم مازال ما عنديش، مي كنتمناها تكون عندي. شوفوا السنسله ديالها شحال زوينه، شوفوا واعره واعره البنات. شوفوا خويت مات هما زوينين، خواتم فنين البنات. كاين هاد لي موديلات تا هما زوينين. هانتوما هادي، شوف هادي مطلوبه بزاف البنات كيشروها الناس، زوينه ان شاء الله. الله يفرح كل وحده والله يسهل على اي وحده كتمنى لي موديل وكتمنى الذهب وتلبس الذهب. وعلاش لا نخدموا نخدموا البنات، البنات نعرضوا على كتيفاتنا ونخدموا. سوا واخا تكوني راه في الدار البنات راه كاينه الخدمه صراحه، راه في الدار وكاينه الخدمه. اللي بغى يخدم واللي بغى يخدم راه يتواصل معايا البنات، عندي خدمه ليكم. مرحبا والف الف مرحبا بكم. موديلات الطب موديلات واعرين البنات، واللي بغى كيف ما قلت لكم يمشي مباشره فها هو البنات المحل بيع واصلاح المجوهرات البيجوتري. فوالا ها هو الرقم الهاتف البنات، هذا هو رقم الهاتف ديالو، تواصلوا مع 0663635161 البنات. مجوهرات اليزيد، مجوهرات اليزيد البنات شي حاجه طب طب طب. هانتوما هنا البنات تم الموديلات، شوفوا هادشي تا هو زوين زوين بزاف، شي حاجه طب شي حاجه زوينه بزاف. هانتوما عشاق لويز فوالا، هانتوما البنات انا بعدا راه كيسطيني اللويز، كيسطيني كيسطيني. يلا عشاق اللويز بانو، هانا جبت لكم الفروج طوينكات الفروج. وهادو اللي بغا البنات يصايبها على شكل سنسله ولا غورميط راه كيصايبوهم هنا تانا ان شاء الله ان شاء الله. الله يسهل عليهم صايب شي وحيده البنات ديال لويز واللي كيحماقوا على طوينكات لويز. هانتوما هادي البنات اللي بغى يصايب سنسله راه تقريبا شي 1500 والفوق باش كتطلع الوحده البياسه. البنات هادو راه دايرين 4000 درهم البنات، طوينكات طوينكات دايرين 4000 درهم، وهادي الوحده دايره شي 1500 ولا 1500 وشي حاجه. صافي البنات فمرحبا بكم. وها هما بطبيعه الحال غادي نوريكم هنا الموديلات، راه عندهم حتى الموديلات ديال تركيا. فوالا البنات هنا المجوهرات، راه عندي حتى الموديلات ديال تركيا. ها هما كاينين هادو شحال الذهب ديال تركيا، شفتوها البنات كيفاش داير ذهب تركيا، هذا ذهب تركيا البنات. وبطبيعه الحال كاينين الموديلات ديالنا بطبيعه الحال. فمرحبا بكم البنات، وراه الرقم الهاتف على الشاشه، اللي بغى شي حاجه يتواصل برقم الهاتف اللي غتلقاوه على الشاشه. اي موديل والبنات الناس
اللي في كازا لا ليفريزون راه كتجيكم حتى للدار، ولكن الناس اللي خارج كازا راه خصكم ضروري تجوا للمحل، لان ما نقدروش نليفرو حنا انتيغدي باش تليفري في البوسطه ولا في الامانه، لان هذا الذهب. هذا الشيء اللي كاين البنات، فمرحبا بكم والف الف مرحبا. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسونيش من البارطاج، ديما ابوني ديما لايك.